هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي وطلابي طلاب جريد 2، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبحيي المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة، قناة دروس رياضيات مصر اونلاين. معاكم مستر وليد. ان شاء الله النهارده هنستكمل كورس الماس، النهارده هناخد ليسون 33، هنتكلم عن ديكومبوزنج ا تو ديجيت نمبر. يعني ايه ديكومبوزنج؟ عايزين نعرف كلمة ديكومبوزنج. كلمة ديكومبوزنج يعني تحليل. ديكومبوزنج يعني ايه؟ تحليل. تو ديجيت نمبر يعني عدد مكون من رقمين. تو ديجيت نمبر يعني عدد مكون من كم رقم يا شطار؟ من رقمين. بحيي طلاب الجمال، الدكتوره ايسل، الدكتوره لميس، الدكتوره حاله طبعا، والدكتور طبعا كراس ايمن، وبحيي الدكتور انس، وبحيي كل حبايب الشطار اللي هيكتبوا لي اسمائهم ان شاء الله في التعليقات لما يحضروا الفيديو. وبنوه طبعا يا شطار لازم طبعا، وبحيي اولياء الامور طبعا اللي بيعلموا اولادهم في البيت ومش محتاجين ان هم يجيبوا لهم مدرس ولا يدفعوا فلوس ولا يغرموا نفسهم في اي حاجه طبعا، وشكرا لهم، ربنا يكون في عونهم ويجازيهم كل خير. وطبعا بطلب من اولياء الامور يا ريت كله يشترك في جروب التليجرام، يا ريت كله يشترك في جروب التليجرام، هسيبه لكم في صندوق الوصف. يلا بينا نبدا نعمل ديكومبوزنج لتو ديجيت نمبر. مثلا لو قلت لك 43، طب يا مستر ازاي ابني يعمل ديكومبوزنج؟ ازاي يعمل ديكومبوزنج؟ قال لي ولا تتعب دماغك خالص. اول حاجه هتبدا كده من الفيرست نمبر، تاخد الفور، ادي لك الفور يا مستر. قدامها كام نمبر؟ فور. قدامها 1 نمبر، حط 1 0 بلس. مين بعدها؟ ال3 في حاجه قدامها؟ لا يا مستر، يبقى ما احطش اي حاجه. 43، يبقى ال 43 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 40. بص بقول ايه هنا؟ 43 يعني عباره عن 40 بلس 3. تمام، عرفنا ازاي هو الديكومبوز. هو ده يا مستر الديكومبوز، هو ده الديكومبوز. يلا بيقول لي ايه؟ decompose the numbers يعني حلل الاعداد اللي قدامك. the first one is done for you. يلا نبدا كده مع بعض يا شطار. اول حاجه جايب لي 26، احنا قلنا انا قلتها 26 او 26 26 يبقى 20 لوحديها وال6 لوحديها. تعالى كده 59 كده 50 and a and 9 59. طب 71، بص انا قلت ايه؟ 70 يبقى كده 71 يبقى كده في ايه؟ في 1. حاجه صعبه حبايبي الشطار. طبعا هنا بالسكويرز طبعا مفيش مشكله، والكولومز الناس عايزه تعملها اعملها، مش عايزه تعملها خلاص كبر دماغك. طبعا هنا انا عشان الناس برضو ايه تبقى عارفه كل حاجه، دايما السمول سكويرز دي بتدل على الوانس، على ايه؟ الوانس اللي هو ما فيهوش زيرو خالص. يبقى هنا هعمل 9 سكويرز سمول سكويرز. تمام، 2 3 4 5 6 7 8 9. انا هعمل واحده بس وبعد كده انتوا اعملوا. طبعا هنا في التنس في 5، في التنس في ايه؟ 5. التنس بعملها بالكولومز، يبقى هعمل 5 كولومز. 1 2 3 4. طبعا الباقي كله هتعملوه انتوا لوحدكم مفيش مشكله، ان انا ايه اللي هاخد وقت كتير عشان اعمل الحاجات دي. طب عرفنا ازاي نعمل ديكومبوز يا شطار. يبقى لو قال لي يا مستر مثلا 38، هعمل ايه؟ اقول يا مستر هاخد ال 3 هكتبها زي ما هي بوت 0 عشان قدامها 1 نمبر، بلس ال 8 قدامها حاجه، لا يبقى هكتب 8 زي ما هي. تمام، يبقى 38. يبقى بكل بساطه لما اقول لك 38 يبقى كتبنا 30 لوحديها وال 8 لوحديها. فهمت كويس يا دكتور انس؟ فهمت يا دكتور ايسل؟ فهمنا كويس يا شطار حبايبي الشطار، حبايبي 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 الدكتور ياسين طبعا، محمد علي، والدكتور عبد الرحمن، والدكتور حمزه. فهمنا كويس. طب يلا نحل مع بعض الاكسرسايز ونشتغل مع بعض ونشوف نفسنا فهمنا ولا لا، وجاهزين يا شطار؟ جاهزين يا مستر، ويلا بينا. هنا هنا يا شطار اكسرسايز 15 بيقول لي ايه؟ ديكومبوزنج ا تو ديجيت نمبر. طب قلت له يا مستر ما احنا خلاص فهمناها وسهله جدا وبسيطه جدا، ده احنا نحلهم لك في ثانيه. هنا بيقول لي سيركل وات ذا فاليو. كلمه ذا فاليو معناها بكام؟ قيمته بكام اوف ذا بلو ديجيت؟ بيقول لك ان البلو ديجيت اعرف لي هي بكام. انا اقول له لو كانت في الوانس يبقى ب 6، لو كانت في التنس تبقى 6. هنا 6 جايه في الوانس. بسالكم سؤال يا شطار، ال 6 قدامها حاجه؟ لا، يبقى اخدها 6 زي ما هي. تمام، يبقى ال 6 هنا الفاليو بتاعتها في الوانس يعني ب 6، قيمتها ب 6. ال 5 انا بكل بساطه يا مستر ال 5 قدامها كام نمبر؟ قدامها 1 نمبر، يبقى ال 5 كده قدامها 1 0 يبقى 50. عشان لما نيجي نقراها 57 يبقى 57، يبقى كده ال 50 ال 5 عباره عن 50. طب تعالى هنا ال 4، ال 4 قدامها كام نمبر؟ قدامها 1 نمبر، يبقى قدامها 0 يا مستر، يبقى 40. بعد كده 3 قدامها حاجه الناحيه دي ناحيه الرايت؟ لا يا مستر ما قدامهاش حاجه، يبقى زي ما هي. بعد كده ال 2 قدامها كام نمبر؟ قدامها 1 نمبر، يبقى في الحاله دي هتكون 20 قدامها 1 0. فهمناها يا شطار؟ يبقى بكل بساطه بشيل اللي قدامها واحط مكانه 0. ال 1 قدامها حاجه؟ هنا قدامها ناحيه الرايت حاجه؟ لا، يبقى 1 زي ما هي. ال 7 قدامها 1، حط مكانه 0 بقت 70.
طيب ال 6 قدامها كام نمبر؟ قدامها هنحط مكان الزيرو بقت 6 تي. فهمناها يا شطار يا حبايبي؟ فهمت يا دكتور انس؟ فهمت يا دكتور عايسل؟ الدكتور ياسين فهمنا كويس؟ تمام. وطبعا الدكتور احمد عادل اكيد مركز معايا. يلا كده 14 اول حاجه بعمل ايه؟ ال 1 اهو قدامه كام نمبر؟ قدامه 1 شيله حط زيرو يبقى 10، يبقى ال 1 كده الفاليو بتاعته 10. ال 5 شيل اللي قدامه حط زيرو كده 50 يا مستر. ال 4 في حاجه قدامها؟ لا ما فيش، يبقى خلاص تفضل 4 زي ما هي. ال 1 حاجه قدامها ناحيه الرايت؟ لا ناحيه ايد اليمين؟ لا، يبقى تفضل 1 زي ما هي. عرفنا ازاي يا شطار نعمل ديكومبوز؟ تمام. اسمها ايه يا مستر؟ ديكومبوز. اسمها ايه؟ ديكومبوز يعني حلل. تمام. لما اقول لك ديكومبوزنج يعني تحليل. يلا كده يا شطار نبدا نفس الفكره. ديكومبوز ذا نمبرز ذات فيرست وان از دون فور يو. يلا كده بيقول لك ان اول واحده دي هحطها لك كده عشان اوضح لك، بعد كده انت تشتغل لوحدك. حبايبي الشطار 35 برافو عليكم، قالوا 30 لوحدها يا مستر عشان ال 3 قدامها 1 نمبر، وبعد كده ايه ال 5 لوحدها 35 67 يعني معناها 60 اند ايه اند 7 مفهومه. هكتب ال 6 قدامها 1 0 وال 7 ما قدامها حاجه زي ما هي. تمام تمام. يلا هنشوف الاكسرسايز اللي بعده نمبر دي. بيقول لي يلا يا شطار نكمل مع بعض. بيقول لي 25 25 يبقى كده هنا في 20 وهنا في ايه؟ في 5. بعد كده يا شطار بيقول لي 70. انا قلت له يا مستر هكتب ال 7 اهي وقدامها 1 نمبر يعني 1 0. طب والزيرو المسكين ده قدامه حاجه؟ قال لي لا هكتب 0 بس، يبقى 70 يا مستر. طب والكولومز والسكويرز هنعمل ايه؟ ما احنا علمتكم يا شطار، خد ال 1s اكتبوا سمول سكويرز هنا 5 1 2 3 4 كده 5. وال 10s هنا كام؟ 3. يعملها بالكولومز 3 كولومز. تمام 1 2 طبعا هعمل واحده والباقي كله كام؟ 3. تمام. يبقى التنس بنعملها بالكولمز يعني اعمده، والوانس اللي هو بيجي الاول ده بعمله بالسكويرز. تمام. بعد كده بيقول لي 17. قلت له ال 1 ده قدامه 1 نمبر يبقى قدامه كده 1 0. ال 7 قدامها حاجه ناحيه الرايت؟ لا، روح كاتب 7 زي ما هي، يبقى كده 17. يبقى 17 بتتكون من ايه؟ بتتكون من 10 بلس 7. يلا كده نجمع. ايه ده يا مستر؟ شوت ذا كوريكت انسر يعني اختر. دايما ابني لازم يقرا، لازم يا دكتور انس لازم تقرا كويس. الدكتور ايماس تركز معايا، لازم نقرا كويس. اقول له شوت ذا كوريكت انسر يعني اختر الاجابه الصحيحه. هنا 42 42 42. هنا طب يا مستر انا اعمل ايه؟ قال لي ما فيش، تعملش اي حاجه خالص، كل اللي عليك هنا دي 40 شيل الزيرو تبقى 4، ودي 2 ما فيهاش زيرو يبقى 42، يبقى اختار 42. واحد يقول لي 95 كده 9 وهنا 5 يبقى 95. ممكن نشيل الزيرو تبقى 9 اند ايه 5 يبقى 95. في 95 يا مستر اهي. هنا اول حاجه ببدا بقرا اللي في الزيرو 76 76. ما جيش واحد يولف خلاص اتعود ان هو دايما بيكتب النمبر ده الاول، لا بقول 76 يبقى 76. يبقى فين ال 76 يا مستر؟ اهي. بعد كده 51 فين ال 51 يا مستر؟ اهي. مركز معايا دكتور انس 51. الدكتوره لميس اكيد مركزه معايا. يلا كده 19. ايه ده يا مستر عرفتها ازاي؟ قلت لك خلاص شيل الزيرو يبقى كده في 1 وهنا في ايه 9. تمام. هنا 38 شيل الزيرو تبقى هنا 3 وهنا جنبه 8 يبقى 38 وهنا في 19 يا مستر. خلي بالك اصحى يا مستر وهتنام. بعد كده طبعا يا جماعه يا ريت كل الناس تدعس طبعا اصدقائها، او لو حد عنده طلاب في كريبتو لا يا ريت نعمل لهم منشن مثلا وندعوهم لجروب التليجرام عشان يشتركوا معانا، ومن يا ريت الناس تساعدنا ان احنا ننشر طبعا المحتوى بتاعنا لو الناس مستفيده منه من خلال طبعا جروبات الماميز. اكيد عارفين ان في معظم المدارس الخاصه بيكون في جروبات للماميز طبعا، ايه بيشتغلوا يبعتوا لبعض. ممكن يا ريت يا ريت ينزلوا الفيديوهات دي عشان الناس تستفيد منها. طب لما اقول لك 70 بلس كام يدينا 2؟ 72. قلت له يا مستر مش دي 70؟ دي 70. فاضل مين معايا؟ فاضل ال 2 يبقى 72 كده 72 72. تمام. يلا كده يبقى فاضل معايا ال 2. بعد كده ال 5 اهي يا مستر، فاضل ال 3 بس ال 3 قدامها 1 نمبر يا مستر يعني قدامها 1 0 يبقى 30. هنا ال 7 اهي، فاضل مين معايا؟ فاضل ال 8. طب ال 8 قدامها حاجه؟ ايوه يا مستر قدامها 1 نمبر، يبقى كده قدامها 0 يبقى 80. تمام يا شطار. يبقى هنا 30 وهنا 80. تمام يا شطار حبايبي شطار، فاهم ازاي يعملوا ديكومبوزنج؟ طب تعال هنا نجمع ماتش. ماتش يعني وصل يا شطار، ماتش يعني وصل، اوعوا ننساها كلمه شوت ذا كوريكت انسر يعني اختر الاجابه الصحيحه. ماتش يعني وصل، كومبليت يعني اكمل. تمام تمام. هنا بيقول لي 55
4 50 and 4 يبقى 54. Where is 54؟ طبعا حبايبي الشطاره كده عارفين 54 بالشكل ده. هنا 79 يعني 70 and 9، لما اعملها دي كومبوز هتبقى 70 and 9. فين ال 70 and 9؟ اهي يا مستر، سهله جدا وبسيطه جدا جدا. هنا 97 97 فين ال 97؟ اهي يا مستر، سهله جدا. بعد كده خلي بالنا نقرا اللي قدام هزيرو الاول. 45 45 فين ال 45 يا مستر؟ اهي اول واحده مستخبيه عايزه تهرب. بعد كده 68 فين ال 68؟ واحد راح اسال يا مستر، انت بتهزر يا مستر، ما هي معروفه اخر واحده باخر واحده. ايه ده يا مستر، احنا خلصنا الليسون بتاعنا؟ خلصنا الليسون بتاعنا، درس سهل وجميل جدا وبسيط جدا جدا، عرفنا ازاي نعمل ديكومبوزنج التو ديجيت نمبر. حبايبي الشطار كل سنه وانتم طيبين، كده احنا خلصنا الدرس. استنوني ان شاء الله في باقي الدروس، اشوفكم على خير. وشكرا للماميز والدادز اللي بيتابعونا على قناه دروس رياضيات ماس اونلاين. لو ما اتمنى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناه اليوتيوب وتفعل زر الجرس، واوعى ما تشتركش في جروب التليجرام. شكرا ليكم شكرا ليكم شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.